صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة استكمالاً لحديثنا الليلة السابقة حول كمائن الشيطان. قلنا في الليلة السابقة أننا يجب علينا إذا أردنا أن لا نقع في كمائن الشيطان أن نتعرف على الشيطان، ولذلك عرفنا الشيطان بمعنى أننا وصفناه، عرفنا صفات الشيطان وقلنا أنه ذو خبرة واسعة، مخلوق كان قبل أبينا آدم على هذه الأرض، موجود قبل أبينا آدم، لذلك عنده خبرة واسعة في التعامل مع الناس. هذه الخبرة الواسعة ورثت له علم، ولذلك هو عالم، هم كذلك عنده خبرة واسعة وهم كذلك عالم، وعالم بكثير من العلوم ومنها العلوم الشرعية، وقد يكون متفقه في العلوم الشرعية أيضا، هم كذلك عبد الله سبحانه وتعالى 6000 سنة ولا يعلم أهي من سنين الأرض أو من سني السماء. هم كذلك قلنا أنه يقلب الحقائق، يقلب الحقائق، الحقيقة التي فيها خير يقلبها إلى شر، المعروف يقلبه منكر، المنكر يقلبه معروف. أيضا قلنا أنه لا يكل، لا يمل، لا يستريح، ما عنده فترة راحة، عنده هدف يريد أن يوصل إليه ويسعى إليه بكل جهده وكل طاقته، وما يوقف أبدا
ما يوقف أبدا في على وصوله في طريق سعيه إلى تحقيق هذا الهدف. هكذا عرفنا الشيطان وقلنا أيضا أنه متكبر وشديد الغرور وإلى آخره. أيضا قلنا مصادر قوة الشيطان ما هي، وعرفنا أن مصادر قوة الشيطان أن له جيوش من الشياطين، جيوش من الشياطين. كلما ولد لابن آدم مولود ولد له أيضا مولود، فإذا هو عنده جيوش، جيوش من الشياطين يعملون تحت إمرته. مو بس شياطين الجن، هم كذلك عنده من شياطين الإنس، هم كذلك عنده من شياطين الإنس. موجود الآن فرقة في العالم تعبد الشيطان، عبادة الشيطان موجودين، وهم كذلك في البحرين موجودين، يعني مو بس في أماكن بعيدة عن التدين موجودة، لا هم كذلك في بلدنا موجودين مو بعيدين، وعندهم طقوس خاصة يمارسونها، ومن طقوسهم أنهم يمارسون الفاحشة بشكل جماعي، يذبحون القطط، لا يسوون بعض الأمور التي يتقربون بها إلى الشيطان، ويتقربون بها إلى الشيطان على نحو العبادة، يعبدونه ويعتبرونه أن إله، أنه الإله الأكبر. وقلنا أيضا أن من مظاهر قوته أنه إضافة إلى أن كون عند هذه الجيوش أنه يسري منا مسر الدم من العروق، يجري منا مجرى الدم من العروق، عند هذه الخاصية بمعنى أنه قريب من عندنا، يلاحظ أفكارنا، ما أن تنبت الفكرة التي يكون دافعها واحد من الأمور التي تشبع النفس حتى يلتقطها ويحاول أن يزينها ويزينها ويزينها إلى أن يقع الإنسان في ارتكاب الذنب المتعلق بها، يجري منا مجرى الدم من العروق. أيضا يأتينا عن شمائلنا، ويأتينا عن من بين أيدينا، ويأتينا من فوقنا، من كل مكان، مو كل مكان عشان أصير واضح ودقيق، يأتينا من جهات معينة، يأتينا يوسوس لنا. أيضا هذا لا يتركنا حتى آخر نفس من أنفاس حياتنا، يعني ماكو وقت من الأوقات الشيطان بيستريح بيقعد وبيقول خله يمارس حياته الطبيعية، لا، في كل الأوقات بيكون موجود، وفي كل الأوقات بيكون موجود إليك، ما راح يمر وقت، هذا الوقت ما راح يمارس فيه عملية إغوائك وعملية الوسوسة إليك. فإذن هذه مصادر القوة التي تكلمنا عنها بالأمس، مصادر قوة الشيطان. وأيضا قلنا مدرج الشيطان، أول شيء الشيطان يريد من الإنسان أن يكفر، يشرك بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يجعله يبتدع في الدين، إذا ما قدر يخليه يكفر أو يبتدع في الدين يخليه يمارس الكبيرة، ما قدر يخليه يمارس الصغيرة، ما قدر يحرق، يحاول أن يحرق الثواب، ما قدر يحرق الثواب يخليك تحصل القليل من الثواب، ما يخليك تحصل الثواب التام. هذا مدرج الشيطان في تعامله مع الإنسان. هذا كل الكلام بالتفصيل كلمنا عنه البارحة. الليلة شنو راح نتكلم؟ أولا راح نتعرف على أنفسنا، اثنين راح نعرف الشيطان يدخل إلينا في أي مداخل، وثلاثة راح نعرف شلون نواجه الشيطان. هاي الثلاثة أمور هي اللي راح نتكلم فيها هذه الليلة بإذن الله. واحد، خلونا نتعرف على أنفسنا. زين، واحد يجي يشكل يقول حنا ليش نتعرف على أنفسنا، ما نعرف أنفسنا؟ لا، الحديث يقول من عرف نفسه عرف ربه. أنت تحتاج دائما تتعرف على نفسك، لأنك إذا تعرفت على نفسك راح تعرف المداخل اللي ممكن الشيطان يدخل إليك منها، وراح هذه المداخل تسدها. احنا الهدف من ان احنا نتعرف على انفسنا ان نعرف نقاط الضعف الموجودة عندنا، ونقاط الضعف هذه راح نركز عليها بحيث انه ما تصير مداخل للشيطان.
هذا واحد. اثنين، مداخل الشيطان اللي عادة ما يستخدمها ويا كل واحد، احنا راح نتكلم عنها بشكل عام للإنسان، شنو المداخل اللي يستخدمها الشيطان للدخول إلى الإنسان. وهذا أمر مطلوب، أنت إذا جاي في حصن متحصن لازم تعرف الزوايا الضعيفة في هذا الحصن، الجوانب الضعيفة في هذا الحصن عشان تكثر الحراسة عليه، والجوانب القوية عشان هذه الجوانب ما تصير ضعيفة. هذا شيء طبيعي، هذا ما يأمر به العاقل. لذلك مطلوب من عندنا أن نتعرف على أنفسنا. الحين تعالوا نتعرف على أنفسنا، وراح نتعرف على أنفسنا كما أراد الله سبحانه، كما وصفنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه. أولا أيها الأحبة، إحنا كائنات تتحكم فينا قوى أربع، أربع قوى موجودة تتحكم فينا، مو بس أنا ولا بس أنت، كل البشر. الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه القوى. لماذا أودع فينا هذه القوى؟ لأن هذه القوى نحتاجها لكي نعيش، تستمر الحياة، عشان نتعامل مع الآخرين، عشان أكون موجود وأتفاعل مع الوجود وأتفاعل مع الطبيعة وأتفاعل مع الآخرين، أحتاج لهي القوى الأربع. شنو هاي القوى الأربع؟ أربع قوى: عقلية، وهمية، غضبية، شهوية. عقلية، وهمية، غضبية، وشهوية، أربع قوى. كل قوى من هذه القوى لها فائدة يستفيد منها الإنسان إذا ما سيطر عليها. هي قوة، هذه قوة، إذا ما سيطر عليها استغل الشيطان هذه القوى لكي يجعلك تقع في الذنب. شلون؟ مثلا القوى العقلية الله سبحانه وتعالى أودعها فينا لكي ندرك الأشياء من حولنا، عشان أدرك الأشياء من حولي، عشان أعرف الألوان، عشان أعرف الارتفاعات، عشان أعرف أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، عشان أتعقل الأمور، أدرك الأمور من حولي. هذه الهدف من اللي أرادها الله سبحانه وتعالى من وراء هذه القوة. الشيطان إذا أنا ما سيطرت على هذه القوة ومارستها وعملت بها بالشكل الطبيعي، الشيطان يخليها تروح أبعد من ذلك، فأروح إما أن أتعلم أمور لكي أضر الآخرين، إما أن أتعلم أمور لكي أضر الآخرين، أو أتعلم وأدرك أمور لا فيها فائدة لا لي ولا للآخرين. إحنا نشوف أن في بعض الأمور من هي النوع، بعض الناس يستغل علمه في أنه يحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة من الآخرين، استغلال للعلم الذي يحصل الذي موجود عنده، سواء كان علم شرعي أو علم أكاديمي أو أي نوع، يستعمل هذا العلم لكي يضر الآخرين. شلون يعني اخترع قنبلة عشان أقتلكم بها؟ شلون؟ شوف شلون أفخخ نفسي وأفخخ هذه السيارة عشان أقتل أكبر قدر ممكن من الناس. فالقوة العقلية أنا قاعد أستخدم عقلي اللي الله أعطاني إياه في جانب سيء، أو لا أتعلم أمر أو علوم وأصرف فيها عمري ما فيها فائدة بالنسبة إلي ولا فيها فائدة إلى الناس، وأصرف فيها عمري ومالي وجهدي وطاقتي ما بها فائدة. يوم من الأيام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى المسجد، فرأى المسلمين متحلقين حول أحدهم، فقال: ما هذا؟ ولما الرسول يقول ما هذا، يعني قاعد يقلل من أهمية هذا الشيء، لأن في اللغة العربية ما تستخدم لغير العاقل، من تستخدم للعاقل. أنا فلان أقول من هذا، هذا الكرسي أقول ما هذا، فقال ما هذا، فقالوا هذا علامة، هذا علامة. قال: وما العلامة؟ أنتم تقولون هذا علامة، شنو تعريفكم للعلامة؟ فقالوا: هذا أعلم الناس بأشعار العرب، بأنساب العرب، بتاريخ العرب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. اللي يجهله مو ضار لنا شيء، واللي يعرفه مو منتفع منه بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إذا ما العلم؟ فقال: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. ثلاث أنواع من العلم: أخلاق، عقائد، فقه. هذا فعلا العلم الذي ينفع من علمه ويضر من جهله. فالإنسان اللي يروح يتعلم علوم ما فيها فائدة، والله أنا راح أتعلم علوم تحضير الأرواح، شنو هذا؟ وفي أصرف فيه وقتي وجهدي وحياتي وأشتري كثير من الكتب اللي فيها زين. خوف عرفت شو السالفة؟ يعني شو تريد من وراه؟ يعني شنو بتستفيد منه أنت؟ وإحنا الاستفادة نقيسها على أساس قربتنا من الله سبحانه وتعالى أو فائدة الآخرين. والله تحضير الأرواح شبيه من فائدة للناس، شبيه. هذا إذا ما كان فيه مضرة إلى الآخر. فيستغل الشيطان هذا الأمر، يخليك تتعمق في جانب من الجوانب ما في فائدة إليك، تصرف وقتك وعمرك في أشياء ما إليها فائدة، أو تصرف وقتك وعمرك شلون تضر الآخرين. هذه القوة العقلية. القوة الغضبية الله سبحانه وتعالى أودعها فينا لكي ندافع عن أنفسنا. أنا إذا تعرضت إلى الأذى أو تعرضت إلى العدوان أدافع عن نفسي، أغضب فأدافع عن نفسي بس. لكن الشيطان إذا ما شافني أنا واحد مسيطر على قوتي الغضبية، يأخذ الغضب مني ما أخذه، ويخليني يستغلني. بدل ما أدافع عن نفسي أؤذي غيري، أصير كالسبع، يصير هذه القوة سبعية، أنقض على الآخرين، أؤذي الآخرين. وهذا الأمر ليش؟ لأن أنا ما سيطرت على هذه القوة. الغضب المفروض أن أنا اللي أغضبه هو هذا المقدار، يخليه يكبر السالفة عني لكي أغضب بهذا المقدار. والله واحد مثلا أب عنده ابن، هذا الابن سوى شيء خطأ، والله كسر شيء ما شابه، سقط في المدرسة إلى فجاء غضب عليه وفكر أنه يؤدبه، فيقوم يجي يضربه ضرب مال واحد قاتل واحد، يطلع غضبه كله عليه. فبعدين يصير هذا سبع، كأن واحد منقض عليه. يستغل الشيطان هذا الأمر. الأب اللي يعامل ابنه بهي الطريقة، يضرب ولده بهذا المستوى بحيث أنه يصير فيه هديات، فيها احمرار، يضربه على وجهه، هذا كله يقوم بالأب، والشيطان جالس يطالع ويضحك. فهذه القوة الغضبية إذا ما سيطرنا عليها الشيطان يستغلها بهذه الاستغلال. القوة الشهوية، أنا المفروض أننا استخدمها لكي آكل أشرب فأنمو وأتزوج لكي يستمر النسل، هي الطريقة. ولكن إذا ما تم السيطرة عليها آكل كل شيء مو مهم حلال أو كان أو حرام، أشرب كل شيء مو مهم كان حلال أو حرام، آكل حتى التخمة، أشرب حتى السكر مو مهم عندي، لأن صارت يسمون هذه القوة خارج السيطرة. أمارس أو أشبع رغباتي بالطريقة الغير الصحيحة، غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. ماكو طريق إلا الزواج، أروح إلى أبعد من ذلك، تلك حدود الله فلا تعدوها، الله سبحانه وتعالى قال إلينا. فهذا الشيطان يخليه يتعدى هذه الحدود، يخليه يمارس العادة السيئة، يخليه يمارس النظرة المحرمة لواط زنا وإلى آخره. المطلوبة الشهوة، القوة الشهوية موجودة في كل واحد مننا، والمطلوب إن أنا أسيطر عليها وآكل ما أحتاجه وأشرب ما أحتاجه وأتزوج فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الشيطان يجي يخرجها من هذا الجو. القوى الوهمية، القوى الوهمية أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى أودعها فينا لكي نتخيل، لكي نخترع، لكي نتصور أشياء مي موجودة ممكن أنك أنت تتصورها. الله أودع فيك هذه القوة لكي تستطيع التصور، تتخيل.
إذا ما تم السيطرة عليها هم كذلك أيها الأحبة. الشيطان يجي يستغلها فيخليك تصور أشياء مي موجودة، خليك تصور أشياء مي موجودة، وهذه الأشياء الغير موجودة يخليها كأنما هي موجودة فتأثر في حياتي، تأثر في حياتي وتخليني أعيش نوع من أنواع الخوف مثلا، تخليني أعيش نوع من أنواع الخوف. ممكن الحين الأوليين يقدرون يقولون لنا أسامي بعض المخلوقات الغير طبيعية اللي مي موجودة ولا حد شافها، اللي مي موجودة ولا حد شافها، اللي كانوا هم المطلوب منهم كانوا يستخدمونها لتخويف أولادهم عشان ينامون. هذه السالفة صارت أبعد من ذلك، صارت أبعد من ذلك بشكل كبير، فيخلي الأمر يتوهم، يخلي الواحد يتوهم، يخلي الواحد يتوهم. احنا مطلوب من عندنا أن نستخدم هذه القوة في أن نتصور الأشياء، ولما نتصورها نجي نفكر فيها هل ممكن أن تصير هي حقيقة أو ما تصير. عباس بن فرناس تخيل روحه أنه يطير، راح جمع ريش الطيور وألصقه في جسده ورمى نفسه من فوق جبل، ولأنه سوى هذه الشغلة خلى الناس كامل يفكرون شلون نطير، إلى أن الآن احنا ببركة ما فعله هو نحن الآن نطير. فأنا أقول إليكم أن هذه قوة، وهذه القوة موجودة عندنا، الله سبحانه وتعالى أودعها فينا، الشيطان يستغلها في إذا ما تم السيطرة عليها بشكل صحيح. إنزين، الآن احنا تعرفنا على القوة الموجودة عندنا وشلون الشيطان ينقض علينا فيها. بعد الإنسان إضافة، احنا جايين نتعرف على أنفسنا، الإنسان تتحكم فيه أربع قوى. أيضا الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، الله سبحانه وتعالى قال ذلك، أقر في قرآنه أن الإنسان ضعيف. أنا بما أنا أنا عليه جسما وروحا بدون أن أتعكز وأعتصم بالله سبحانه وتعالى أنا ما عندي شيء، أنا ضعيف، تؤلمه البقة تقتله الشرقة، ضعاف ما عندنا شيء أمام هذا الملعون، أمام هذا الشيطان بجيوشه بما عنده بقواه، بما أنا بنفسي ضعيف، أنا بنفسي ضعيف. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا، أنا بما أنا عن نفسي فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. أنا بما أنا عليه فقير ضعيف ما عندي شيء، لا أقوى على شيء إلا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، ما رح أصير قوي إلا لما أرتبط بالله سبحانه وتعالى. فيستغل الإنسان هذا الضعف. احنا نجي نشوف أيها الأحبة من هو عادة اللي الشيطان يتسلط عليه بشكل أكبر، يلعب فيه بشكل أكبر، إلا ذاك اللي بعيد عن الله سبحانه وتعالى. القرآن الذين هم قريبين من الله، من الله سبحانه وتعالى، الشيطان ما يقدر عليهم، ما يقدر أنه يسيطر عليهم، بالعكس بالعكس يصيرون أقوياء ويغلبون الشيطان، يذلون الشيطان، يسيطرون على الشيطان، لأنهم متصلين بالله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعد الإنسان عن الله صار ضعيفا، صار فقيرا، وحينما يصبح فقير وحينما يصبح ضعيف ينقض عليه الشيطان. أيضا الإنسان عجول، عجول خلق من عجل، عجول يريد يصير عالم بسرعة، يريد يصير غني بسرعة، يريد أنه يوصل إلى الوجاهة وإلى الاحترام بسرعة. يجي الشيطان يشتغل هذا الأمر عندنا لأننا نحن متعجلين، فيجي يقول لك تريد تصير غني بالطريق الصحيح، بتصير غني بعد سنين طويلة، فأنت إذا تريد تصير غني بشكل سريع عندك طريق الربا، عندك طريق السرقة، عندك طريق الغش، فيخلي الإنسان يأنس بالربا بالغش بالصدقة بالربا والغش والسرقة.
ليش؟ لأن أنا عجول. تريد تصير عالم؟ ما يحتاج التعب روحك في الدراسة في الجامعات وفي الحوزات. البس هذا اللباس وخلاص صرت عالم. البس اللباس لباس العلماء وصرت عالم. وعلى أساس ذلك راح تحصل على الاحترام وراح تحصل على التقدير. تريد تحصل على الاحترام والتقدير بدون أن تبذل شيء؟ جدب جدب. صير واحد كذوب، لأنك لما تستعمل الكذب الناس يحترمونك. يفكر بهي الطريقة فيخلي الواحد يسير في هذا المسار، يسير في مسار الكذب، يسير في مسار السرقة والربا وإلى آخره، يسير في مسار عدم العلم. يريد بس شكل العالم مو جوهر العالم. ليش؟ لأن عجول. الشيطان يستغل عجلة الإنسان. بعد الشيطان هلوع، استغفر الله، الإنسان هلوع جزوع. هلوع وجزوع. شنو معنات هلوع؟ هلوع يعني أيها الأحبة أنه يخاف من أقل الأمور. أقل الأمور تخليه يصير في حالة ربكة، في حالة قلق، في حالة هلع. أقل الأمور حتى لو بسيطة، حتى لو بسيطة تخليه يعيش الهلع والخوف. الأمور البسيطة يكبرها ويغوص فيها ويتعمق فيها إلى أن تستولي عليه ويصاب بمرض نفسي أو يصاب بمرض عصبي أو يصير واحد حساس أو من ويش؟ لأنه هلوع أو أنه جزوع. جزوع يعني شنو؟ أقل الأمور تخليه يصير جزع. أشياء يقعد من الصباح، يقعد من الصباح ويتأخر دقيقة عن العمل، خلاص الدنيا صارت سوداء بالنسبة إليه. يقعد يشوف شيء صار في سيارته، الدنيا صارت سوداء بالنسبة إليه. يصير داخل مسار السيارات، في سير السيارات يصير الدنيا سوداء بالنسبة إليه. الشيطان يستغل هذه، هلع الإنسان وجزع الإنسان يستغله. فإذا صار هلوع يخوفه من أقل شيء، يخوفه من أقل شيء، يخوفه من الفقر. إن الشيطان يعدكم الفقر. إذا جاي الصدق يخوفه من الصدقة، لا تصدق هذه الصدقة أنت أحوج إليها، بعدين بصير فقير. أنت ما تدري العالم شلون يتحرك، أنت ما تدري، ما حد لأحد هذه الأيام، وإلى آخره. يخليه يحجم عن الصدقة، خوفه الفقر. يجي يريد يتعلم يخوفه من العلم، خصوصا في العلم يخوف الشيطان، يخوف الإنسان من العلم. ملل، لا تروح هذا المكان، هذين الناس اللي هم قائمين على مشاريع التعليم، هذين الناس منافقين. خليه يبتعد عن العلم وعن التعلم، خليه يبتعد عن العلم وعن التعلم، يخوفه من العلم، يخوفه من التعلم. وبعد يستغل جزعه. إذا صار شيء معين بسيط، حتى لو أصابته شوكة في رجله، صار خلاص جميع المشاكل مالت العالم صارت عليه، صارت مشاكل العالم كلها فوق رأسه باعتبار جزعه، لأنه جزوع. فالآن أيها الأحبة، احنا تعرفنا على أنفسنا، احنا تعرفنا على أنفسنا، يبقى الآن نتعرف شلون، وهذا هو زبدة الكلام، شلون ما نقع في مصائد الشيطان. احنا تعرفنا على الشيطان وعرفناه، وعرفنا لاعيبه، وعرفنا شنو قاعد يسوي، وعرفنا شنو قاعد يسوي وشنو يطلب من عندنا. الآن خلونا نتعرف شلون نتغلب عليه، شلون نتغلب على الشيطان. رقم واحد أيها الأحبة، وهذا من الأمور المهمة، تعلم 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 تعلم. الشيطان يأنس بجهل الإنسان، بل أنه دائما ما يبعد الإنسان عن أماكن التعلم. موسم تعليمي، موسم صيفي، مشروع تعليم، مأتم، مسجد، فيه علم يبعد الإنسان عنه، يخليه ما يحب يكون موجود في هذا المكان، يملله من يجي في هذا المكان. دائما ما يوضح إليه صور الملل الموجودة فيه،
ليش؟ عشان ما تكون موجود فيه. ليش؟ عشان ما تتعلم. ليش؟ عشان تصير جاهل. ليش؟ عشان يستغلك بصورة أسهل. عشان يستغلك بصورة أسهل. الشيطان يأنس بجهل الناس، لكن العلماء هؤلاء الشيطان يتعب معهم، يتعب إلى أن يصل منهم، أن يحصل عليهم، أن يحصل منهم على شيء. يتعب، يتعب كثير. يقولون مرة واحد حلم بالشيطان أيام الشيخ التبريز، أيام الشيخ المرتضى الأنصاري، حلم بالشيطان، شافه عنده كثير من الحبال، فقال لي: يا عدو الله، ما هذه؟ قال: هذه الحبال أصطاد بها الناس. قال: جميع الناس؟ قال: إيه جميع الناس، كل واحد إلى حبال معين. قال لي: حتى الشيخ الأنصاري؟ قال: نعم، حتى الشيخ الأنصاري عنده بعد حبال. شنو الحبال مال؟ أي حبال مال الشيخ الأنصاري؟ طلع إلى حبال متين وثقيل، وقال إليه: أنا كل مرة هم بعد أنصب إلى الشيخ هذه هذا الحبال، ولا أستطيع أن أوقعه في هذا الشرك. قال له: إنزين، أنا وين الحبال مالي؟ قال له: أنت ما عندك حبال هني. قال له: ليش؟ يعني أنا على خير؟ قال له: لا مولانا، أنت ما تحتاج حبال، أنت جيلي وجي. ليش؟ جاهل، جاهل. ليش ذاك يحتاج إلى حبال كبير؟ لأنه قوي، قوي بعلمه، لأنه عالم، لأنه هؤلاء هم حراس العقيدة والولاة على أيتام آل محمد، هؤلاء العلماء. لذلك احنا نحتاج الى ان نتعلم. اذا اصبحت عالما ابتعد عنك الشيطان، واذا اصبحت جاهلا صرت لعوبة في يد الشيطان. فتعلم، تعلم، تعلم، تعلم. اثنين، ارتبط بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ احنا قلنا احنا ضعفاء، بما نحن عليه ضعفاء، فأنا أحتاج إلى قوة عظيمة أرتبط بها، قوة عظيمة أرتبط بها. ولا يوجد أقوى من الله سبحانه وتعالى، ما يوجد أقوى من الله سبحانه وتعالى. لذلك اعتصم بحبل الله، تعلق بأذيال الله، ولا تترك الله سبحانه وتعالى أبدا. ومن هنا لابد أيها الأحبة أن نوضح نقطة: لا أحد يخلي الشيطان قوة في قبال قوة الله سبحانه وتعالى. من هذا في قبال هذا؟ الشيطان ضعيف، الشيطان ضعيف. ابتدينا احنا الكلام بآية: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف. فأنت ما يصير تخلي قوته في قبال الله سبحانه وتعالى، لا شيء هو. أنت لذلك اربط روحك بالله سبحانه وتعالى وتصبح قويا بقوة الله. الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يقول: لا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أصبح عينه التي ينظر بها، أذنه التي يسمع بها، يده التي يبطش بها. بعدين فيخ بعد الشيطان بيوقف قدامك؟ في شيطان بيجي شاغبك؟ لا، لأن أنا قوي بالله سبحانه وتعالى. فلذلك اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله، ارجع إلى الله، ارتبط بالله سبحانه وتعالى، انتهى الموضوع. صرت انت واحد قوي، صار الشيطان في قبالك لا شيء، صار واحد ضعيف جدا. ثلاثة، لابد انك تتحلى بالأخلاق الحسنة. ليش؟ لأن الشيطان احنا لما عرفناه قلنا واحد متكبر مغرور، فانت لا تصير من نفس نوعيته، لا تصير من نفس نوعيته، ابتعد عنه، تحلى بالأخلاق الحسن. وإحنا قلنا الآن أن العلم ثلاث، الأخلاق من أهم العلوم. حاول، حاول، حاول أنك أنت تهذب نفسك، حاول أنك تهذب نفسك. الإمام الخميني كان يقول إلى طلبة العلم: كلما تعلمتم مسألة في العلم تعلموا مسألتين في الأخلاق. إذا تعلمتون مسألة في العلم تعلموا مسألتين في الأخلاق. الأخلاق شيء ضروري جدا،
شيء ضروري جدا. تعال تعرف على الأخلاق، اتعلم الأخلاق، طبق الأخلاق، تصير أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى بطريق عملك. إذا رأيتم مجتمعا روحانيا فاعلموا أن بينهم روحاني. أربعة، ارتبط بأهل البيت عليهم السلام. وارتباطك بأهل البيت عليهم السلام لابد أن يكون ارتباط واعي، لابد أن يكون ارتباط واعي. الارتباط غير الواعي بأهل البيت عليهم السلام مو يصير ارتباط معهم، يصير وبال عليهم. كوني زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أنا أجي وأقول أنا الشيعي، أنا الجعفري، وأصير أنا واحد وبال على أهل البيت، وبال على جعفر بن محمد. واحد جاء إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقال له: سيدي ومولاي يعيرون بكم. قال إلى زين ارحم، يعني استانس إذا ألصقوك بنا، ما أقل من من يتبع جعفر بن محمد منكم، استانس لصقوك بي. فلازم تصير زين على أهل البيت عليهم السلام، ارتبط معهم ارتباط واعي، مو تصير أنت واحد تستغل أهل البيت عشان توصل إلى مآربك، أو أصير واحد مبتدع على حساب أهل البيت عليهم السلام. أجي أنا وأبتدع بدعة، أعتبر أن هذه تقربني من الإمام الحسين، وهي أكبر ما تبعدني عن الإمام الحسين، وأكبر ما تبعد الناس عن الإمام الحسين. هذا الأمر بدعة، هذا الأمر وبال على الإمام الحسين، هذا الأمر لا يرضاه الإمام الحسين. الإمام الحسين أيها الأحبة الذي قدم الغالي والنفيس لأجل هذا الدين، الذي قدم أهله، عشيرة أصحابه، قدم كل شيء. إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. يجي الإمام الحسين يقول لله سبحانه وتعالى: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. خذ شنو؟ خذ دم هذا الرضيع. وصلت إلى هذه المرحلة، ما أن وقع الساهم في نحر عبد الله الرضيع حتى شق القماط واعتنق والده. أخذ الإمام الحسين يده وجعلها تحت نحره حتى امتلأت دما، ثم رماها إلى السماء وهو ينادي: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. تلقى حسين دم الطفل بيدي، اش حال اللي ينكتل في حضن وليده، والله شالوا ترس جفه من وريده، من وريده، وذبى للسما وللقاع ما اخر، يا أرض بال السماء وللقاء. يا ما أخير. هنالك روايتين، الرواية الأولى تقول أن الإمام الحسين خاف على قلب أمه الرباب، أم يرجع لها بطفلها مذبوح من الوريد إلى الوريد، لأنه خاف على قلبها، احتفر حفرة في الميدان ودفن عبد الله الرضيع. لكن أيها الأحبة، كان هنالك من يراقب الحسين وهو يقوم بهذه الفعلة. ما أن جاء يوم العاشر يحزون الرؤوس، ظل هذا الملعون حرملة بلا رأس، ما عند رأس يتقرب به إلى عبيد الله بن زياد. شنو سوى؟ أخذ رمحا طويلا وذهب إلى تلك البقعة التي دفن بها الإمام الحسين طفله، أخذ يضرب بذلك الرمح الأرض، يضرب بذلك الرمح الأرض، حتى نشب ذلك الرمح في جسد الرضيع. فاحتفر تلك الحفيرة وأخرج الطفل واحتز نحراه، ثم علا رأسه على رمح طويل. أين المنادي ورضيعه؟
الرواية الثانية أن الحسين رجع بطفله إلى المخيم، استقبلته سكينة: أبا، سقيت أخي وجئتني بفاضل الماء. كيف يجيبها؟ ما استطاع إلا أن يكشف رداءه عن طفله، وإذا بها ترى أخاها والسهم ناشب في نحره. أخذت تنادي: وأخا ورضيعات، قلنا يا سقيت أخي وجيتني فضل الماي. بالعجل برد غليلي من العطش ذايب حشاي، أنا شبيدي على دهري عالذي روي حشاي. بالعجل حط أخوها بين يديها ومدده، قالت إش صاير بخي، تمدده فوق الثرايا. قال أنا لا تنشديني وشوفي بحالة شجرة شجرة، يا صدته لأنهم فارق ولو داج مهبرة. صرخته صاحت: يا خويا أشهد ذنب منك سدى. وطلعت أم من الفجيعة تصرخ بحال فضيع: طفل ومخضب بدمك، آه يا عبد الله الرضيع. أنا ردتك التالي زماني لا أظل حرمة وضيع. ردتك التالي زماني لا أظل حرمة وضيع، كان لي يصير سلوى، ليت عمري لك فدا. ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا يا الله. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا، سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.